العراق يدعو لحماية الممرات البحرية لنقل النفط عبر مياه الخليج العربي، فما هي تلك الممرات وما حجم الخطر الذي يقع عليها من اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وإيران؟ أول وأبرز هذه الممرات هو مضيق هرمز والذي يحد إيران من الشمال والإمارات وسلطنة عمان من الجنوب، فهو طريق شحن رئيس يتعامل مع ما يقرب من 30% من تجارة النفط العالمية. وخلال الربع الأول من عام 2024 شحنت ناقلة النفط ما يقرب من 15,500,000 برميل يومياً عبر المضيق. وعلى مدار التاريخ استغلت إيران نفوذها على مضيق هرمز لتعزيز مواقفها السياسية والعسكرية، مثل استيلائها على سفينة MSC الإسرائيلية في أبريل الماضي ونقلها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، كما هددت بإغلاقه أثناء حربها مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي. أما الممر الآخر فهو مضيق باب المندب الذي تأثرت حركة النفط فيه منذ بداية الحرب على غزة. المضيق هو ممر مائي يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، ويحد اليمن من الجانب الآسيوي وجيبوتي من الجانب الأفريقي. وفي الأوضاع الطبيعية كان يمر عبره 7 ملايين برميل من النفط يومياً، لكن مع زيادة هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية أو الدول الداعمة لتل أبيب، فقد بدأت السفن في تغيير مسارها، ما أدى إلى تأخيرات وصول النفط وزيادة تكاليف الشحن عالمياً. ولذلك ومع تزايد وتيرة الصراع بين إيران وإسرائيل، تشير تقارير إلى أن ورقة التهديد بالنفط أو حرب الطاقة إما ستكون شعلة جديدة لقيام الحرب الشاملة أو مفتاحاً للتهدئة والتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين.